السلام عليكم كديرين لاباس عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نحضر معكم المحنشه بالعجينه ديال المسمن. تجي مورقه، تحتاجوا في الدقيق، عندي دقيق خاص بالحلويات، عندي 500 غرام ما يعادل نصف كيلو، عندي هنايا نص كاس ديال الدقيق حرش. خليت العجينه ترتاح، غنوجد معكم باش غنعمرهم. عندي العماره، عندي هنا 250 غرام ديال الكفته، نتوما الكفته اختاروا اللي بغيتو، كل واحد العماره تبقى حسب الاختيار كله باش بغي يعمر. عندي هنا جوج خيزوات حكيتهم حكاكه كطويله، كل واحد كيف بغى يقطعهم. عندي جوج بصلات هنايا مشلطين، عندي جوج قرعات صغار هنايا خضرين، عندي هنايا العطريه تحتاجوا التحميره، الخرقوم، سكنجبير، معلقه صغيره تهريسه، البزار، الملح على حساب الذوق. عندي فيرميسيل سلقتها، هي درتها في الماء طيب، كناخذ انا هذه الماركه، هذه الماركه هي اللي زوينه ماشي بحال الاخرى كتبقى قاصحه. صافي غنديرهم يتشحروا، كل الزيت هو الاول. كير البصلة، من بعد ما نزلت لينا البصلة واحد شوية، نضيف معها شوية ديال الملحة. دابا غندير خيزو، كير القرعة، كنجبرو معدنوس هنا عندي كونجلين، مدكتوش ليكم في الأول موريتوش. دابا ندير التوابل، صافي يبداو يتشحروا شويه، ندير معاهم الكفته هي الاخرى. نزيد شويه ديال زيت الزيتون وندير الكفته ديالنا دابا. صافي نغطيو على الكفته ديالنا نخليوها تطيب. دابا الشعريه ديالنا من بعد ما تصفات وقطعتها هكايا ما خليتهاش طويله، غادي نزيد هي الاخرى. بالنسبه للخضره الصراحه كيلويدات ما كيضغوش القرعه وخيزو، ملي كندير لهم معاها هذا المسير والكفته كياكلوها،
كنخلطنا من بعد الخضره ما كيعرفوش شنو كاع. صافي تشحر شويه ونطفي عليها نخليها تبرد. دابا العجينه ديالنا ارتاحت وعندي درت معلقه ديال الزبده دورتها ودرتها مع الزيت ودرتها هنايا معلقه ديال الزبده باش تجينا في الطريق سهله. رشحت شويه انا غنقطعها قريصات صغار وانتم على حساب الا بغيتم كبار ولا صغار غنقطع غير بحال هكايا الا بغيتم حينشات صغار هكايا صافي غنقرصها بحال هكايا ونبقى نجمعها العمارة ديالنا هي حيدتها من المقلة درتها في غسيل خاصني شي حاجة تكون كبيرة باش تبرد مزيان الا بقات سخونة غتقطع لكم الورقة ديال العجينة دابا هي عندي بردات شوية ديال الزيت العجينة قد ما تلقات مزيان وخليتها ارتاحت كتجي مزيانة نحطو هكا ونخليو هاد البلاصة خاوية صافي كتقنص صافي الطريقه راه ساهله كنمشيو معها كامله صافي وكنشدوها بحالكم نجرب واحد شويه بيدينا نحط في اللاطه صافي نستمر عليهم بحال هكايا حتى نسالي ملي كملناهم كيف جاو غنجيبو موس ونحيدو هاد الشليبات ديالهم هاد القميصات بحال كي كيكونوا ما عامرينش تنضربو بالموس بحال هكايا كنرجعو تيجيو قاصحين ما عامرينش صافي
وغنجيب شي زليفه صغيره دير فيها نص معلقه ديال التحميره واحد شويه، وعندي الزبده والزيت اللي كنت كنورق بيه، نخلطهم مزيان. وغناخذ الشيته وغندهنهم من الفوق، دهلي من الوجه ديالهم. صافي انا دهنتهم، دابا غناخذ شويه ديال الموتزاريلا غنحكو عليها من الفوق، نحكو عليهم بحال هكايا شويه، كتجي زوينه في المذاق. صافي وانا عندي الفران سخون، نشعل عليهم من التحت ملي يطيبوا، نشعل عليه بشويه من الفوق يتحمروا، ونتلاقاو ملي يطيبوا. دابا ملي طابوا لينا المحينشات ديالنا كيف جاوا الشكل ديالهم، صراحه كيجيو رائعين، تيجيو زوينين بحال اللي مصاوبين بالورقه البسطيله، تيجيو مقرمشين، تيجيو محمرين من التحت ومن الفوق. نتمنى يعجبوكم، و الا عجبوكم اشتركوا في القناه، وشكرا لكم بزاف.